تحدي الكبار رجع من جديد. ما هو تحدى الكبار اللي ردك من شهر العسل من جديد. كمل كمل كمل. تشوف لا 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 الله جاب كنا رايحين شعر ضبي مره. كل العوض الكبار ولا صغار ولا استعار. ما بيهم ولا واحد كبير. يا ولد. اوه. انت تعرف نجم الفقرة من يا ابو ربيع. شوف. هو دائما يقول زي كذا هو اللي يطلع متصفق. النرجسية. رب الكعبة. اصلا احنا ننتظر تحدي الكبار هذا زين ان جاء. تحدي الكبار اليوم فكرة جديدة. نبى نمشي بالسيرة يطلع مثلا الحفراوي ويلحن أغنية مشهورة. طيب. نشوف كايد عرفها مارق أول شخص يعرفها على طول الأغنية اللي هو يلحنها يعني اللي لا الأغنية اللي لحنها سهيل على طول نغم عيون سهيل وعيون الرجل اللي جاوب عليها. كل منهم ياخذ عصا أول من يجلد الثاني يفوز بألف ريال. الأغنية لحنها. لا لا بعدين بعدين يا ولد العم بعدين شوي 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 هذا الصاروخ والله يروح مني ما في الا لا خليك معي خليك معي انا اللي ما جابوا اللحن ما يضربوني ما يضربونك عز الله بفتك نفسي ابجيب لحن ما يعرف هلا الحبيبه حقين الثمانينات السبعينات ايام الشفرات يا حبيبي طيب طيب من عند الحفراوي من يمين من الدرج هذاك يا فرمغراج هذا الاسهل يلا يا ابو بنت الديره يلا انا بغيت اغمض عيوني مغلق البطاريه ولا ايش ها يا بدر والله ما ادري ايش ما تدري اتصل ها في لحن ما ادري ها يا مخلد ما شفت لحن خلي اعطينا فرصه يلا عدها المخلت والله بدري ايش يقول تقول يا بليد يلا ابو ساره يا ريت تروبنا سمحه على اللي صابنا رمح نبي نشوفه ولا لمحه وشوف العين يكبر ها لا 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 ما صح تدري وش ذكرت ماشي يوم في الشريط فهم سجل لا حد يضحك هاي ابو شوق يا اخي محمد عبد بس والله عجزت طيب نروح الولد العمه والله ما ادري وش يقول هذا يمكن يقول شيء له تعيد الاغنيه هاي ابو ترف الله عندك اجابه هاي حفراوي ما جاب اللحن صح بس اتوقع انه يقصد صابين يحبكم ورحموا يا ناس ولا ترى لما جاوبوا ترى اللي فاجئ عط فرصه الحفراوي يلا اذا ما جاوبوا تاخذ الألف يا محمد مباشره يا ابو بنت الديره امحق لحن ها ما هي بحول الاغنيه نهائي ألف مبروك يا محمد الله يبارك فيك دقيقه قدام كل شيء هات الألف كلكم يلا حاجة. يلا وش انه وقف لحظه وش الاغنيه ايه ابو عيون انضرب رشاد هذا ابو عيون انضرب رشاد تعال 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 لحظه يا ابو عيون انضرب رشاد يا ابو عيون انضرب رشاد تدري وش يقول يا غازي طيب انا اقول لك ليش تزرع يقول تزرع رميتين قنيص تنحاش ولد ما نعطي كلف نطلب كلف اجلس اجلس على اللحن السريع طيب اجلس خلاص بطيء اللحن خلط مسجل خلاص يقول مسرع مسرع احنا ما نعرف اجلس ما ادري تعال يا ابو عبد الله تعال يلا بدر ما نبشاني فيه خشم كبير بيجيب اللحم روح حنجرته وسيعه صوت راح يلا اسلم ها والله عرفته يلا ابو انت الديره والله عرفت قديم
يلا يلا الله بنت الديره الشرب المنديل هذا آه من دخلها مسابقه ذي طلع ان الله يرحمه تقول يوده يا ولد خلاص يلا مخلد ما عندي اجابه خلاص الجواب هذا ما ادري من الجواب هذا ظاهر جايب عراقيات ها ابو ساره لا المفروض هلالي ما يكتمل لنا اللحن زي كذا انت عطنا عطنا انت ما عرفته خلي عيد لنا مره يلا ها يا عذابي لصار في قول يا عذابي منك وانا اخوك لا 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 علشان ما تجاوز انا وياك علشان ما تجاوز انا وياك امامك ميت على همه خلنا بس مع مره ثانيه انا قريب منه يلا كانهم استهلكوني يلا يلا ما عليه قلبي حزين يقول لك والله من الضيم يا ابو شوق يلا يا ولد العمه الاماكن باخذها يا ابو ترف اها خشمك كبير نبي نشوف يلا يلا مع يا بنت النور يا بنت يا عيال وين الحن الحن مسرع ذا هاي حفراوي يا قمر الزمان يا قمر الزمان انت يا قمر الزمان انت يا قمر الدين وش يا قمر الزمان قصد يا بدر بدر او شيء ان شاء ان كان اللحن صح إيه؟ وطريقتك صح نقول لك مبروك 1000 ريال مبروكين الله يبارك فيك انا عارف او شيء عسم بنت الديره قصه ضفايرها لا قصه ضفايرها ايه هايا الرحمين من يحبت يا جميله يلا وين حاجز عشان ما حد يطلع من الحلبة ابو شاق ربط عيونهم صح يا غازي انا ما عاد اشوف مخلد لا تكتم انسى يعني شوف من دقيقه خشم يا ريجين ترى خشمي يصب دم على طول خشمي ما يدان الا مستقل ضرين بول شوف خشمي اسمع بدر اول واحد منكم يصقع الثاني العيال اخذوا الحريه كل اللي يوجه خويه اللي يبغاه يفوز اللي يصقع الثاني هو الفايز تمام يلا شوق تعال هنا تعال هنا والله ما يشوف مخد وين هو والله ما يشوف شوف يا مخد ولا لا والله ما اشوف يا غازي الوجه لا اقرب من الصره تحت لا ما حط غير عزك يلا يلا روح هناك وراك وراك يا بدر وراك خوانك كلهم كلهم يوجهونه ليش ما وجهونا الرجال انا هذا ما يشوفه وما غمغم وش عادي لا غمغم يا ابو ساره يلا عاد انت شيء ما يعرف الا عشاق المغنى الحقيقيين طيب طيب اهم شيء لا يجيب فيها حديد رجع سارقنا حديد علوم سي قلبه خضر ابو ساره يلا انت تدير تقول شوف كم في كهرباء الحمد لله في آلات موسيقية تلح ها نبدأ عند الحفراوي هذه من عصر الجاهلية والله أغنية معروفة جدا ها الله يا خالي من الشوك لا ها يا ابو هذا يغني شكر ها ابو شوق خلي عيد يلا اسلم اصبر ها يا ابو شوق والله يا اخي محمد عبد بس ناسي الحين طيب وش يا محمد عبد ايش اسكت اسكت دقيقه تكفى غازي تبي نعيد لك ولا تجاوب على طول؟ يلا جاوب سايق الخير الله ياخذ عقلك اصبر اصبر لمحمد عبده كنا وش اسمها؟ لا جبتها يا غوز اسكت خلاص تعداك يا حمار انهك يلا يا مخلد هذا نيك حمار يا ولد كنا
خلاص ما في ما في ما في ما في ما في يا مخدم. أمانة حط على شرابي. يلا يلا مرني عند الغروب. يلا يلا يقول أنا إيه يقول من عدها رأس هذه. الله ياخذ عقلك. إيه الضغط العالي حتى في الأغاني. ألف ريال يا أبو سارة. وش الأغنية؟ قف بالطواف ترى الغزال المحرمة حج الحجيج يا أبو سارة. عند الطواف رأيته متلثما بالركن والحجر المعظم يلثمه. قف بالطواف ترى الغزال المحرمة. ما فاز الا عيال فريده من يوم انهم رعاه صارت ابتدائي تشغلهم الاغاني محمد عبد ويدخلوا جو وما ادري وين يا غالي تركبها لهم في السياكل. اسمع يا ولد طير الحماس عنك طيز للدنيا ابوي يا ويلكم من الله. هذا وش امه بتسوي؟ امهم تقول اغني يا حبيبي الاماكن كلها. هذا فنان العرب مشتاق لك. هذا ابو نوره يخرب بيتك يا ولد. والله علمتنا القران ما علمتنا المغنى، لكن المغنى غدا نروح احنا تعلمنا عندنا دشير تعلمنا. صار كان ركب البسكليت ومحط المسجل في الكرسي اللي ورا. سلم عقب بالطواف. طيب طق الميكروفون يا بيجيب لكم يا خالد عبد الرحمن يا محمد عبد عرف ذوق. ليش يا غوص تعلمه؟ اسلع اسلع. انا ماني بحافظ على الاثنين دول، ليش تعلمه؟ طيب ولي حدا هالعرق ام حديده. هاي يا بدر.